امبارح وزارة الصحة أصدرت تقرير مفصل عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية وأيضا القوافل الطبية وحملات التوعية اللي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين، وده طبعا كان خلال عملها في جميع المحافظات. عايزين نعرف دلوقتي تفاصيل أكتر عن هذه الحملة، إمتى انطلقت، حتى الآن حصيلة من تم فحصهم من خلال هذه الحملة قد إيه. معنا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام، وكل سنة وحضراتكم ومصر والمصريين والعالم كله بألف خير يا رب. اللهم أمين. دكتور حسام، عايزين نتكلم عن هذه المبادرة بالتفصيل، إمتى انطلقت وحتى الآن تم فحص قد إيه؟ مبادرة 100 يوم صحة انطلقت تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية يوم 25/6 شهر يونيو اللي فات، ومستمرة لمدة 100 يوم، وأطلق إشارة البدء بها دولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان من أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. المبادرة المستهدف منها هي 104 مليون مواطن مصري بحسب آخر تعداد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ضيوف مصر المقيمين على الأراضي المصرية وهم رقم يقرب من 9 مليون تقريبا. هدف المبادرة هو تكثيف كل ما تقدمه وزارة الصحة المصرية من خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية تحت شعار معاك من أول يوم، بداية بالمبادرات الرئاسية التي تبدأ مع صحة الأم والجنين، مرورا بالمراحل العمرية المختلفة حتى تصل إلى الكشف عن أمراض المسنين، مصحوبة في أثناء هذه الرحلة الطويلة أيضا بمبادرة السيد الرئيس لدعم الصحة النفسية وتوفير التوعية النفسية لكل المواطنين. إحنا الهدف إن إحنا نقول إنه الصحة ليست هي وفقط أن يتم علاج المرض، لكن الصحة مفهوم أعم من ذلك، وهو أن يحيا الإنسان حياة صحية. لذا تنطلق المبادرة في 27 محافظة في نفس الوقت عشان نتحرك على مجموعة من المحاور، المحور الوقائي المرتبط برفع معدلات التطعيم والتوعية بالأمراض وأسبابها وكيفية الوقاية منها من خلال فرق التواصل المجتمعي اللي تحقق حتى اليوم العاشر تقريبا للمبادرة رقم يقرب من 300 ألف مواطن تم التواصل معهم بشكل مباشر، ومرورا بالحفاظ على التغذية الجيدة وأماكن تقديم الطعام وأماكن شراء الطعام. يمكن الفترة اللي فاتت فترة الأعياد كان هناك تكثيف على المجازر والشوادر والجزارين والقصابين مقدمي الخدمة للمواطنين في فترة العيد، بالإضافة لأماكن التجمعات الخاصة بالمصايف والمنتزهات للحرص على عدم وجود نواقل الأمراض من الحشرات والقوارض، وكذلك التأكد من سلامة المياه وجودتها المقدمة للمواطنين. ده على الجانب الوقائي. على الجانب العلاجي، كل المبادرات الرئاسية أكثر من 14 مبادرة بيتم تقديم خدماتها من خلال مبادرة 100 يوم صحة، مبادرة صحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال، مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى لما تبدأ المدارس هنعود مرة أخرى لمبادرة الكشف على الأنيميا والسمنة والتقزم عند طلاب المدارس، مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي، بالإضافة إلى المبادرة التي تم إطلاقها حديثا المرتبطة بالكشف على مجموعة مختلفة من السرطانات أو من الأورام، أورام القولون، أورام الكبد، أورام الرئة، وأورام عنق الرحم. الناس اللي بيحتاجوا إلى تدخلات جراحية بيتم تحويلهم من خلال مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للحصول على التدخلات الجراحية في أكثر من 700 مستشفى تعمل على مستوى الجمهورية. أماكن الكشف إما من خلال الوحدات المتنقلة، ودي عندنا أكثر من 62 وحدة متنقلة أو قافلة علاجية، أو الوحدات الثابتة في مراكز الرعاية الأساسية أكثر من 5000 وحدة للرعاية الأساسية منتشرة في عموم أنحاء الجمهورية. طيب دكتور، حضرتك تحدثت عن المحور الوقائي وأشرت أنه بيتم التواصل مع المواطنين، وعلى المحور العلاجي أيضا المفروض أن هذه الخدمات أو هذه المبادرة بتشمل
كل المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة. فبالنسبة للمحور العلاجي يا فندم، ازاي بيتم التواصل مع المواطنين وعلى المحور او عفوا المحور الوقائي، وعلى المحور الاخر المحور العلاجي لو في مواطن حابب انه يستفيد من هذه المبادرة يتوجه فين، يروح فين؟ ما انا زي ما ذكرت لحضرتك سابقا ان احنا بنقدم الخدمه اما من خلال وحدات الرعايه الاساسيه في ال 5000 وحده رعايه اساسيه المنتشره او القوافل المتنقله. للمواطن اللي بيكشف وبيحتاج لتدخل جراحي بيتم تحويله من خلال مبادره السيد الرئيس للقضاء على حوام الانتظار للمستشفيات اللي هم اكثر من 700 مستشفى مشاركين في هذه الحمله. او اذا المواطن مش يعني محتاج انه قبل ان يتحرك اما الى وحده الرعايه الاساسيه او الى اماكن التجمعات، لان احنا في الفتره اللي فاتت موجودين في اماكن التجمعات، في المولات، امام محطات القطار، في المصايف، يستطيع انه يتصل بالخط الساخن للمبادره 15-33-5. يستطيع ان يحصل على كافه المعلومات وعلى اقرب مكان يمكنه ان يتوجه اليه للحصول على الخدمه. احنا بنشتغل من الساعه 9 صباحا للساعه 9 مساء طوال ايام الاسبوع. شكرا جزيلا يا فندم دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا لحضرتك.